السلام عليكم عشاق وعشاقة الدراجات النارية. اليوم غادي نهضروا على أثمنة تاع اس اش. وبالنسبة لاس اش ربما بقاتش في الجديد، يعني ما بقاتش كاينة غير السمارت. ودابا غادي نهضروا على الأثمنة تاعهم من موديل 2016، وغادي نهضروا على الأثمنة تاع 125 و 300. واللي أول مرة كيدخل القناة مستناو يشترك ويدق على الجرس باش يوصلو كل جديد. غادي نبداو باس اش سمارت 2016 اللي التمن تاعها 4.5، يعني 125 في الماكينة. بالنسبة للتمن تاع 2016 125، وبالنسبة للسون سيكونت أو 125 موديل تاعو 2016 اللي التمن تاعو يعني 4.180، 4.180 بالنسبة للموديل 2016. وبالنسبة للطرواسون أو 300 كما كتشوفوا الثمن تاعو اللي هو 6 المليون، و حتى هو السمارت، يعني السمارت اللي كاينه. ودابا غادي ندوزو للموديل 2017 يعني اس اس 25 اللي الثمن تاعها هو 4.140. ودابا غادي ندوزو للاس اس سمارت 2017 سون سيكونت اللي التمن تاعها 5 المليون. وبالنسبة للطرواسون أو 300 2017 اللي التمن تاعها هو 6.5، يعني 6 المليون ونص. ودابا غادي ندوزو للموديل 2019 اس اش سمارت 125 اللي التمن تاعها 65 ألف بالنسبة لل 2019 125. وبالنسبة لل 150 2019 يعني اللي التمن تاع 5.160، يعني 5 المليون و160 ألف. وبالنسبة لل التمن تاع الجديد دوبل في. ودابا غادي ندوزو لل 300 2019. بالنسبة للتمن تاع 300 2019 يعني اللي وصل 7.120، يعني 720 ألف لإس أش 2019 طرواسون. وبالنسبة دابا غادي ندوزو لإس أش لي 2020 اللي خرجت هاد الأيام هادو. بالنسبة للتمن تاع كيما كتشوفو يعني التمن 6.520، يعني 520 125. وبالنسبة للسون سايكونت يعني التمن تاعو اللي هو 5.180، يعني 5.190، 5.190 هذا الموديل 2019. بالنسبة لهادو الأثمنة تاع دوبل في، يعني المواطر جداد في ميكسوم وزيرو في الكيلومتراج، كما كتشوفو هاد الأثمنة هادو يعني مع المدة ومع مرور الأيام كيتنقص، يعني كيتنقصو الأيام مع لي موديل جداد، يعني ومع الايام اللي كيدوزو كيتنقص الثمن. وبالنسبه لهاد الاثمنه اللي كاينين دابا، ولا اول مره كيدخل القناه مثلا واشترك ودق على الجرس وضغط لتحت يقول لنا كومونتير شنو بان ليه في هاد الاثمنه هادو.